عليكم، صباحكم سعيد. احنا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021. عندنا بنوتتنا الله يحميها من اهلنا من تبوك. شو اسمك؟ لمار. اوكي، لمار بنتنا زارتنا من تبوك، ما شاء الله. قديش عمرك؟ 12 سنة. وزنك؟ 99. ما شاء الله، وزنها 99، بي ام اي 51، مؤشر كتلة الجسم 51، واجتنا مشان تعمل عملية التكميم، صح يا بنتي؟ صح. اوكي، هي شطورة وهي ما شاء الله محبة للحلويات والشوكولاتات، والآن وعدتنا بعد العملية إنها تلتزم بالتعليمات اللي بنعملها، صحيح؟ صحيح. اوكي، بدنا ننتقل من السمنة المفرطة إلى السعادة المفرطة. بنان يا بنتي، إن شاء الله الله يحميها ويحفظها، خليها لوالديها إن شاء الله، دمتم بخير. بخير، ازيك يا بنتي لمار؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف المعنويات؟ خليها عالية معنوياتك، صح؟ اليوم لها التكميم الله يحميها ويشافيها، عمرها 12 سنة وزنها 99، بدخلك هذا المعدل طب 99. اوكي، بالعافية ان شاء الله، الله يحميها. عندنا بنتنا الله يحميها اللي عمرها 11 سنة 12 سنة وزنها قلنا 99 و100 كيلو وزنها، اوكي. فمشان هيك بدنا عملنا لها عملية في هذا الجزء اللي قصناه من المعدة، الله يشافيها، يعني بيبي ستومك احنا نسميها، ما شاء الله تبارك الله امورها طيبة. السلام عليكم. معنا اليوم بنتنا لمار، عملنا لها تكميم امبارح. كيف المعنويات يا لمار؟ كيف العملية؟ سهلة صعبة؟ سهلة. احنا لما دخلت عليها العملية بقول لك كيف العملية، بتقول لي هيك بس اعمل ايش؟ لايك كبير، بيج لايك. اوكي، موجوعة؟ فيها وجع؟ اوكي، ندمان على العملية ولا زعلانة؟ لا والله مبسوطة يعني. وين بنروح الآن احنا؟ نروح نحو الرشاقة. اوكي، نتخلص من هاي السمنة. ماشي، الله يرضى عليها ويشافيها ان شاء الله، ونضل نتابع مع لمار مع والدتها واهلها واخصائية التغذية مشان تلتزم بالتعليمات تبعتنا ان شاء الله، مش هيك؟ هذا اللي وعدتيني فيه، صح؟ ان شاء الله.